ومعانا الأستاذ الدكتور شريف عمر الكرتاوي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية كلية طب جامعة حلوان. أهلا وسهلا بحيك يا دكتور. أهلا بيك. نحب حيك تقول كلمة للحضور النهاردة. طبعا احنا يعني بنشكر كل الزمايل الأطباء وتمريض وفنيين اللي حضروا معانا المؤتمر، وكان يعني تشريفهم لينا هو أكبر داعم للمؤتمر، واحنا دايما مع بعض كلنا ايد واحدة، واحنا دايما بنوعدهم ان احنا طول ما احنا مع بعض احنا بنقدر نقدم الجديد وبنقدر كلنا نستفيد في المؤتمر السنة دي. كمان احب اشكر طلبة كلية طب جامعة حلوان اللي حضروا، لان هم كان برضو اضافة واستفادوا من وجودهم كتير. اكيد. الجديد اللي بيقدمه المؤتمر ICAM السنة دي؟ المؤتمر السنة دي يمكن هو متخصص زي ما احنا عارفين في أمراض الشرية الأورطي، يمكن هو تشعب أكتر وابتدى يلمس بعض المناطق المتشعبة في علاج الشرية الأورطي بأحدث الطرق. الجديد السنة دي دخل معنا بعض الزملاء من قلب الأطفال وبعض التقنيات الحديثة في جراحة القلب مع الشريان الأورطي مع بعض التخصصات الأخرى زي المناعة. يمكن دي الحاجات الاضافه اللي تمت السنه دي، وابتدينا نوسع شويه في المؤتمر علشان يبقى مؤتمر علمي بجد، وابتدينا ندخل فيه الاخلاقيات البحث العلمي والاخلاقيات الطبيه واخلاقيات ممارسه المهن الطبيه، ودي حاجه مهمه جدا في ممارسه الطب. المؤتمر بيحاول يبقى شكله تعليمي اكتر، لان هو كورس في الاول وفي الاخر، يعني بيبقى شكله تعليمي تثقيفي اكتر، وبنعرض فيه حالات اكتر، بنناقش فيه اكتر. يمكن مناقشة الحالات السنة دي كانت اكتر من المحاضرات العادية، ودي من الحاجات الجديدة السنة دي في المؤتمر واللي شايفين عليها اقبال كويس، وهتستمر ان شاء الله. ان شاء الله. ايه رأيك في التعاون الدولي والخبرات الدولية اللي موجودة في المؤتمر السنة دي، وحيك شايف ده ازاي هيدعم ويفيد المؤتمر؟ يعني الحمد لله احنا المؤتمر سنة لسنة بيتنقل درجات كويسة. يمكن احنا بدأنا في الأول بعدد محدود من التعاون الدولي بمجموعة بسيطة، زادوا السنة اللي فاتت شوية، لكن النهاردة احنا عندنا تقريبا فوق 60 ممثل للدول الأوروبية والأسيوية وأمريكا. طبعا بيشاركوا معنا مشاركة فعالة جدا في المؤتمر، وجودهم بيثري المحتوى العلمي. جزء كبير منهم هو طالب ان هو يتواجد معنا، بيساعدونا، بيقدموا الدعم الخبرات والدعم التقني. فالتعاون الدولي بالنسبة للمؤتمر السنة دي احسن كتير من اي مرة حصلت. اكيد. طب ايه الجديد اللي حضرتك قدمته السنة دي؟ احنا السنة دي عملنا نقل حي لبعض الحالات من مستشفى الجوي العسكري في التجمع الخامس على تقنية عالية، وكانت حالات يعني صعبة، الحمد لله تم نقلها بكفاءة ممتازة. ونقلنا برضو حالات من خارج مصر. تمام. يعني نقلنا من أسبانيا حالات النهاردة كانت موجودة، والناس الحضور ابتدوا يشوفوا ان ازاي العلاج في مصر والخارج مساوي، ومش فيش فروقات تقريبا ما بين الاثنين. تمام. ميرسي جدا لحضرتك، وميرسي على تشريفك.